لا يمكن لهذه البراءة أن تتجاوز المحنة التي تعرضت لها بسهولة، لذا استوجب الأمر مرافقتهم نفسيا من خلال هذه الألعاب التربوية والترفيهية. تجويد مليح خاطر نخدم تصل الحوايج، نلعب، نرسم، ساقي تجويد الحال مليح، ميدو سامورنا صفرح ماغد اكني قلق. اليوم التنقل تاعنا للميدان يسمح لنا اننا نتقربوا لهم، اننا نشوفوهم، وهذا الشيء اللي كان لاحظوه الاطباء المختصين في الطب العقلي للاطفال اللي هم اعضاء في اللجنه الموضوعاتيه لصحه الطفل اللي كانوا معنا اليوم، اللي نشطوا الورشات نتاع الرسم والحوار اللي كانت مع الاطفال الصغار. لازم نعودوا اولادنا على هذه الكوارث الطبيعيه واش يديروا كي تكون زلازل. الأخصائيون النفسانيون على الرقم الأخضر 11 11 الذي وضعته الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لتقديم نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل مع الأطفال في مثل هذه الظروف. الفكرة جات أولا من أنه في عائلات كثيرة ربما ما تروحش لعين مكان وما تشوفش ما تلاقاش بالأخصائي النفساني في عين مكان، وأيضا للظروف الصحية اللي أنا نعيشها مع التدابير الوقائية. رقم 11 11 هذا الرقم الموضوع تحت تصرف كل المواطنين والأطفال للتكفل بانشغالات العائلات في قضايا متعلقة بالأطفال. إجراءات وأخرى تندرج ضمن الجهود الوطنية لتخفيف وطأة هذه الكارثة على المواطنين.